كما تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة هذا اليوم جانبا من الاحتفال الوطني الذي نظمته وزارة التربية والتعليم بمناسبة الذكرى 17 للتصويت على ميثاق العمل الوطني، وذلك في صرح ميثاق العمل الوطني بالصخير. ولدى وصول جلالة الملك المفدى كان في الاستقبال سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، حيث قوبل جلالته بالترحيب والهتاف من قبل أبنائه الطلبة والطالبات المشاركين في هذا الاحتفال من مختلف المدارس والجامعات الحكومية والخاصة. الوطن في عهد زان مليك دروب يا هذا حمدنا، افضل الميثاق من خير وبشاير، من خير اقبلوا عن نهج ميثاقه نشدنا جاه صوت الشعب. مملكتنا أرض حب ونبع جود وحضن طيبة، أمنا البحرين عاشت تحتوينا كلنا، يا أمنا البحرين كل بحرين حبيب وشافها أغلى حبيبة، تنبض بقلبه غرام وتضوي بعينها سنا. تنبض بقلبها غرام تضوي بعينها سنا.
قادها من هو سوى بحكمها ما ترتضي به قايد عمر أراضيها وبمجد ابنا يا أمنا البحرين في رخاها صانها وإن مرت ظروف عصيبة صانها لين اهتنت بالخير والشعب اهتنى من البحرين عاشت تحتوينا كلنا كل بحرين يا حبيب وشافها أغلى حبيبة تنبض بقلبها غرام وتضوي بعين يا سلام يا سلام مملكتنا من تعلاها حمد والدار في نهضة عجيبة شامخة بين الأمم منه لنهضة هدنا يا أمنا البحرين ازدهار تعليمها والعالم اليوم حكيبة وبسلاح العلم لغلا دار حققنا المنى يا سلام مملكتنا أرض حب ونبع جور وحضن طيبة حضن طيبة من البحرين عاشت تحتوينا كلنا كل بحرين يا حبيب وشافها أغلى حبيبة نفتخر في صرح للميثاق به عزة وهيبة به نشوف أمجاد عهد نفتخر به كلنا يا أمنا البحرين زانت الجدران بأسماء الألوف ترتضي به سيرتها من مجد نرويها لكل أجيالنا يا سلام مملكتنا أرض حب ونبع جور وحضن طيبة أمنا البحرين عاشت تحتوينا كلنا كل بحرين يا حبيب وشافها أغلى حبيبة وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره للمشاركين في هذه الفعالية التي نظمت احتفاء بهذه المناسبة الوطنية العزيزة مشيدا جلالته بما تضمنه الاحتفال من قيم وطنية أصيلة تعكس حجم الجهود التي تبذلها المؤسسات التعليمية في تشكيل ثقافة الانتماء الوطني وتأصيل مفاهيم المواطنة فكرا وتطبيقا من خلال المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية. من جانبه عبر سعادة وزير التربية والتعليم عن عظيم شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على تفضل جلالته بتشريف هذا الاحتفال الذي أقامته الوزارة تعبيرا من منتسبي الوزارة وخاصة الأبناء الطلبة من مختلف المراحل الدراسية عن مشاعر الولاء للوطن والوفاء للقيادة الحكيمة يحفظه الله ويرعاها وتأكيدا لامتنان الجميع لما حظي به قطاع التربية والتعليم ولا يزال من اهتمام ورعاية من جلالته المفدى مما كان له الدور الأكبر في الارتقاء بالمسيرة التعليمية.
مؤكدا أن الوزارة تضع بعين الاعتبار التوجيهات الملكية السامية بشأن تعزيز الهوية العربية لمملكة البحرين والسعي المستمر لرعاية المواهب الطلابية وفي مختلف مجالات الموهبة والإبداع لما يشكله هذا الجيل من أهمية لمستقبل المملكة.